قبل نحو 4 أعوام، الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسينارو يصل تل أبيب، علاقة ود وصداقة بين الطرفين. نتنياهو وبولسينارو يتصافحان ويتبادلان الإطراءات. أنا وصديقي بنيامين نتنياهو نعتزم جمع شعوبنا وجيوشنا وطلابنا وعلمائنا وسياحنا. التعاون في مجال الأمن والدفاع هو ذو أهمية كبيرة للبرازيل. البرازيل كانت على شفا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد أن افتتحت مكتبا تجاريا فيها لتوطيد العلاقات بين البلدين. نحن نريد نقل سفارتنا من تل أبيب للقدس. والدي ينوي في الواقع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس. هذه خطوة ليست استثنائية بل طبيعية. اليوم السفير البرازيلي يطرد من إسرائيل والعلاقات تقطع، فكيف تغير الحال؟ اليميني بولسينارو فقد منصبه، واليساري دا سيلفا خرج من السجن وعاد رئيسا للبلاد ليتخذ نهجا مغايرا لسلفه بخصوص العلاقة مع إسرائيل. أتساءل أي وعي سياسي وقلب تضامني لدى العالم وحكامه من لا يرفعون الصوت للقول بأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية. هذه حرب بين جيش مجهز بأعتى الأسلحة وأطفال ونساء. تصريح أثار غضبا لدى إسرائيل واعتبرته معاديا للسامية، فانقلبت العلاقة من طيبة إلى متوترة ومشحونة، ثم قطعت وأعلن أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه. غضبت البرازيل وسحبت سفيرها، طردت السفير الإسرائيلي من بلادها، ورفضت الاعتذار عن تصريحات رئيسها.